أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم ولا تسلبنا اليقين لطول الأمد في غيبة ولي أمرك وانقطاع خبره عنا، ولا تنسنا ذكره وانتظاره والإيمان به وقوة اليقين في ظهوره والدعاء له والصلاة عليه حتى لا يقنطنا طول غيبته من قيامه، ويكون يقيننا في ذلك كيقيننا في قيام رسولك صلواتك عليه وآله وما جاء به من وحيك وتنزيلك. فقوي قلوبنا على الإيمان به حتى تسلك بنا على يديه منهاج الهدى والمحجة العظمى والطريقة الوسطى، وقونا على طاعته وثبتنا على متابعته، واجعلنا في حزبه وأعوانه وأنصاره والراضين بفعله، ولا تسلبنا ذلك في حياتنا ولا عند وفاتنا حتى تتوفانا ونحن على ذلك لا شاكين ولا ناكثين ولا مرتابين ولا مكذبين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، وكان الكلام في العنوان السادس، اليوم الموعود في القرآن. تحت هذا العنوان سنذكر عدة موارد قرآنية تشير إلى اليوم الموعود وما يتعلق باليوم الموعود من مقدمات، من شروط، من أشراط، من شخصيات، من أحداث، من وقائع. ودخلنا في بعض الموارد، بعض الشواهد، وأعطينا لكل مورد عنوانا. فقلنا الخلافة الإلهية ووراثة العبد الصالح وغيبة عيسى وظهور عيسى عليه السلام والتمكين في الأرض. ووصلنا إلى العنوان الخامس، ودخلنا أيضا في العنوان الخامس، وهو أي في الشاهد الخامس، في المورد الخامس، في المورد القرآني الخامس، في الشاهد القرآني الخامس. قلنا قوم يحبهم الله ويحبونه. تحت هذا العنوان قلنا قال الغفور الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذا الشاهد القرآني عدة آيات، عدة مقتبسات من آيات من سورة المائدة. تحت هذا ذكرنا بعض الكلام وبعض النكت والالتفاتات فيما يخص هذا الشاهد القرآني. أقول أولا، نهى الله سبحانه وتعالى عن ولاء وولاية الكافرين، واعتبر ولايتهم ردة وردة، ولعلمه سبحانه بوقوع الارتداد منهم فقد حذرهم ونهاهم عن الردة وعن الردة وعن عفوا ونهاهم عن ولاية الكافرين وولاء الكافرين. إذا نهاهم عن هذا الولاء الباطل للكافرين،
لغير أولياء الله ولعلمه سبحانه بوقوع الارتداد منهم، فقد حذرهم ونهاهم عنه وبين لهم أن الله تعالى سيبدلهم بقوم خير منهم يحبهم ويحبونه. لا ننسى أشرنا أيضا سابقا قلنا الخطاب إلى المؤمنين، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، بعد هذا قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، وأشرنا إلى هذا الأمر. ومن هنا قلنا من هذا النص القرآني اقتبسنا عنوان قوم يحبهم الله ويحبونه. ثانيا الخطاب في الآية موجه للمؤمنين والتحذير لهم من الارتداد المتوقع منهم، وظاهر الكلام يدل على أن الخطاب شامل للصحابة مورد الخطاب، كما أنه يشمل باقي المؤمنين في باقي الأزمان إلى يومنا الحاضر وإلى اليوم الموعود ودولة العدل الموعودة. ثالثا الوعد بالتبديل، الله سبحانه وتعالى هددهم بأن يبدلهم بأن يأتي بغيرهم بأن يأتي بخير منهم. يقول أقول ثالثا الوعد بالتبديل والإبدال، الوعد بالتبديل والإبدال وظهور الأبدال بالمعنى الظاهر من النص القرآني لا يشترط فيه المزامنة والملاصقة بين البديل والمبدل به، ولهذا وردت فيهم أقوال عديدة تشير إلى أقوام مختلفة وفي أزمان متعددة. يعني لعدم الاشتراط نجد بأن المفسرين بأن العلماء أتوا بأقوال مختلفة وفهموا هذا المعنى واستظهروا عدة معاني من هذا النص القرآني. وطبعا ضمن المعاني ما يشير إلى أقوام غير الصحابة، ما يشير إلى أوقات وأزمان غير زمن الصحابة وغير زمن صدر الإسلام. وعليه يقال أن التبديل والإبدال إما أنه لم يتحقق أصلا وسيتحقق لاحقا، إما أنه لم يتحقق أصلا أو أنه تحقق ويتحقق، وأن تطبيقاته تبقى فاعلة على طول الزمان إلى اليوم الموعود. أما لم يتحقق أصلا أو أنه قد تحقق ولا زال يتحقق، أي له تطبيقات مختلفة على طول الزمان. ويشير لذلك ويدل عليه ما فهمه العلماء والأمراء بعد سنين طوال، فمثلا الخليفة الأموي الراشد العادل عمر بن عبد العزيز عليه السلام، وبعد وفاة الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم بثمانين عاما تقريبا أو أكثر، استفهم عمر عن أحباب الله عن الأبدال، استفهم عمر عن أحباب الله الأبدال، ودعا الله تعالى أن يكون منهم، كما في تفسير الطبري قال عن محمد بن كعب القرظي أن عمر بن عبد العزيز الخليفة، أنا أقول الخليفة الأموي العادل رضي الله عنه عليه السلام، أرسل إليه، أي أرسل إلى من؟ إلى محمد بن كعب القرظي. هذا محمد بن كعب القرظي يقول أن عمر بن عبد العزيز أرسل إليه يوما وهو أمير المدينة، أي عمر بن عبد العزيز كان أميرا على المدينة، يقول أرسل إليه يوما، أي أرسل إلى القرظي يوما وهو أمير المدينة، أي عمر أمير المدينة، يسأله عن ذلك، أرسل إليه وسأله عن ذلك أو يسأله عن هذه الآية، فقال محمد أي القرظي، فقال محمد يأتي الله بقوم إلى آخره، وهم يقول محمد يفسر يقول وهم أهل اليمن، وهم أهل اليمن. قال عمر رضي الله عنه أي عمر بن عبد العزيز، قال عمر يا ليتني منهم، فأجاب محمد القرظي، قال محمد القرظي، قال القرظي آمين. إذن قال عمر بن عبد العزيز يا ليتني منهم، قال القرظي آمين. رابعا بعد بيان ولاية الكافرين والتحذير منها، وبعد التحذير بالإتيان بالأبدال الذين يحبهم الله ويحبونه، بيّن سبحانه وتعالى المعنى الحقيقي للولاية بقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الشاهد القرآني. أقول ويستفاد من هنا أن الولاء والولاية الحقيقية تكون خالصة نقية لا يشوبها ولا يجتمع معها ولاية باطلة. حصل الولاية
بالله والرسول والذين آمنوا بمواصفات خاصة ذكرها القرآن. إذن ويستفاد من هنا أن الولاء والولاية الحقيقية تكون خالصة نقية لا يشبهها ولا يجتمع معها ولاية باطلة، بل لا بد أن تقترن بالبراء من الشرك والنفاق وأهل الكفر والضلال. قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. خامسا، ننبه إلى أن الصحابة هم مورد الخطاب المباشر ومورد التحذير من الارتداد وولاية غير المؤمنين، وقد قارن الله تعالى ذلك بذكر وحصر الولاية الإلهية والولاء والولي بالله ورسوله الأمين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتكريم، وبأمين المؤمنين عليه السلام المعطي للزكاة وهو راكع. إذا ننبه، التفت جيدا، لا ننسى المحاور والأفكار والنكات والفقه لما ذكرناه من شاهد قرآني. إذا عندنا أحباب الله، عندنا قوم يحبهم الله ويحبونه، وعندنا هذا المعنى فهمه من سبقنا من أمراء من علماء بأن هذا له تطبيقات، له تطبيق يتحقق أو سيتحقق أو يؤمن أن يتحقق بعد العصر النبوي الشريف بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الفهم تصرف عمر بن عبد العزيز وتصرف من كان معه أو في زمنه من علماء. وبعد هذا نقول الخطاب حصر أعطى معنى الولاية، قال هذه ولاية باطلة، وأعطى الولاية الحق وبين الولاية الإلهية الحق الحقيقية الصادقة الصالحة. بعد هذا أيضا نقول خطوة أخرى، الخطاب كان بالمباشر، كان بالمشافهة مع الصحابة، والتهديد والتحذير كان موجه مباشرة إلى الصحابة، والتحذير من الارتداد كان موجه مباشرة إلى الصحابة. وفي نفس المقام القرآني، في نفس السورة، في نفس الآيات المذكورة، في نفس السياقات المطروحة في هذا المورد في هذا الشاهد، حصر بعد أن بين الولاية الحق الولاية الباطلة، بعد هذا قال إنما وليكم، بين ما هي الولاية الحق، شخص الولاية الحق، حدد الولاية الحق. التفت جيدا إلى هذه النكات. أقول ننبه إلى أن الصحابة هم مورد الخطاب المباشر، مورد التحذير، ومورد التحذير من الارتداد وولاية غير المؤمنين، وقد قارن الله تعالى ذلك بذكر وحصر الولاية الإلهية والولاء والولي بالله ورسوله الأمين عليه وعلى الصلاة وصحبه كذلك، وإذن بالرسول بالله وبالرسول وبأمير المؤمنين علي عليه السلام المعطي. ما هي مواصفات المؤمن الذي تنعقد له الولاية؟ هو المعطي للزكاة وهو راكع. أقول ومن الواضح أن إعطاء الزكاة بنفسه واجب وفضيلة، طبعا إعطاء الزكاة هو واجب وأيضا هو فضيلة ويؤجر عليه المعطي، هذا واضح. أقول أما حال الركوع، التفت جيدا، أنا يعني قلت أشير إلى أمور إن شاء الله تكون لها يعني تكون مفيدة في فهم العقيدة وفي تعميق العقيدة وفي الاحتجاج على الآخرين وفي الهداية والنصح للآخرين وفي تبريض الموقف للآخرين وفي الاحتجاج أيضا في العالم الآخر عندما نكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يأتي بدليله بحجته ببيانه. أقول ومن الواضح، يعني أنا أيضا أحاول أن أدفع بعض الشبهات التي تسجل أو ممكن أن تسجل، فمسبقا أفترض هذه الشبهة أو يعني أطرح هذه الشبهة وأتي يعني بالجواب وبدفع هذه الشبهة لو طرحت عليكم عندكم الجواب حاضرا إن شاء الله. أقول ومن الواضح أن إعطاء الزكاة لنفسه واجب وفضيلة. أما حال الركوع، يعني يعطي زكاة في حال الركوع، هل حال الركوع له فضيلة ذاتية؟ أقول لا، ليس له فضيلة ذاتية. التفت جيدا، أما حال الركوع فليس فيه فضيلة ذاتية، وإلا التفت جيدا لو كان له فضيلة لانتشر وشاع التصدق وإعطاء الزكاة حال الركوع، وهذا لم يحصل فيه شياع. إذن ليس فيه فضيلة، لو كان فيه فضيلة لفعل هذا كثير من المسلمين من المتشرعة ولم يفعله ولم ينتشر هذا ولم يشاع هذا. إذن هذا ليس، إذن حال الركوع ليس فيه فضيلة ذاتية. أقول أما حال الركوع فليس فيه فضيلة ذاتية، وإلا لأشيع بين المسلمين إعطاء الزكاة حال الركوع. ولكن التفت جيدا،
ولكن عبثا حاول البعض من النواصب مبغضي ومعادي علي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلب أي خصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام في هذه الآية، متناسين وغافلين وجاهلين أن سلب فضيلة حال الركوع هو المقصود في القرآن في الخطاب القرآني. قبل قليل قلت إعطاء الزكاة حال الركوع، هذا حال الركوع، هل له خصوصية؟ هل له فضيلة؟ أنا أقول ليس له فضيلة، والقرآن قصد بأن حال الركوع ليس له فضيلة، ونتمسك بهذا ونؤكد على هذا ونفتخر بهذا، بل هذا هو الحجة وهذا هو البيان وهذا هو البلاغ. نحن نريد أن الركوع ليس فيه فضيلة، نحن نريد أن نصل إلى هذا. لو قالوا بأن له فضيلة نقول ليس له فضيلة، وهو في الحقيقة وفي الواقع ليس له فضيلة. إذن أقول ولكن عبثا حاول البعض من النواصب مبغضي علي مبغضي ومعادي علي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلب أي خصوصية وفضيلة لعلي عليه السلام في هذه الآية، متناسين وغافلين وجاهلين أن السلب فضيلة حال الركوع هو المقصود في الخطاب القرآني لإتمام الحجة على ذوي العقول، من حيث أن السلب فضيلة حال الركوع يعني أن التفت جيدا إلى هذا الاستدلال، من حيث أن سلب فضيلة حال الركوع، أنا لماذا أقول أتحدث عن الاستدلال وأطرح الدليل؟ لأن كل بالخصوص من عاد علي سلام الله عليه، من عاد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا بعلماء، هم أجهل الجهال، من شيخهم الأكبر وأنت نازل وأنزل بعده من تريد أن تذكر فأذكر، ليس عندهم أي علم، فإذا كان شيخهم جاهلين فهم مقلدة لهذا الجاهل، فهم في الجهل وفي الظلام بمنزلة ومنازل أدنى وأدنى وأدنى. التفت جيدا، أنا أريد أن يعني أخرج بكم بمجموع لا بأس به منكم بالجميع، يعني أمل أن يكون الجميع يخرج وهو يقف أمام أكبر شيخ من شيوخ النواصب، يقف أمام ابن تيمية ليأتي ابن تيمية، وأي شخص منكم يقف أمام ابن تيمية ويلزم ابن تيمية الحجة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، الحجة التامة البالغة. أقول أن سلب فضيلة حال الركوع هو المقصود في الخطاب القرآني لإتمام الحجة على ذوي العقول، من حيث أن سلب فضيلة حال الركوع يعني أن الخطاب الإلهي جاء على نحو اللغو والعياذ بالله، يعني عندما لا يكون للركوع أي فضيلة، فإذن لماذا أتى به القرآن؟ لماذا أتى الله سبحانه وتعالى بهذا المقطع؟ لماذا أتى بهذا الوصف وهو حال الركوع؟ لا يوجد إلا اللغو. إذا حال الركوع ليس فيه فضيلة، ونحن نقول ليس فيه فضيلة، إذن لماذا أتى به؟ إذن أتى به على نحو اللغوية والعياذ بالله. وتعالى الله عما يقول المستكبرون، وتعالى الله عما يقول النواصب. التفت جيدا، إذا قلنا بأن الإتيان بالزكاة حال الركوع، إذا كان حال الركوع ليس فيه فضيلة، فلماذا ذكره الله سبحانه وتعالى هنا؟ لماذا أتى به؟ لا يبقى إلا على نحو اللغوية. إذن ماذا عندي؟ إما فيه فضيلة ذاتية، ونحن ننفي أن يكون له فضيلة ذاتية، والنواصب يلغون هذا، يقول ليس فيه أي فضيلة، انتهينا منه، بل يسجلون عليه عكس الفضيلة، يقولون هو فيه سلبية، فيه له، فيه انشغال عن الصلاة، دعوات كثيرة واستحسانات باطلة كثيرة من أجل القدح بعلي وأهل بيت النبي سلام الله عليهم أجمعين. إذن نحن نؤيد هذا الكلام، نؤيد بأنه ليس فيه فضيلة، انتهينا من هذا. إذن ماذا بقي؟ ليس فيه فضيلة، ماذا أتى به الله سبحانه وتعالى؟ إذن بقي على نحو اللغوية، نقول تعالى الله عما يقول المستكبرون. التفت جيدا، عندما ينفي النواصب الفضيلة لحال الركوع، إذن ماذا يبقى عندهم؟ إلا اللغو. إذن يقولون الله سبحانه وتعالى يلغو، الله أتى به هذا على نحو اللغو والعياذ بالله، وتعالى الله عما يقولون. أقول إذن كيف نخلص من هذا؟ كيف ننتهي من هذا؟ كيف نخلص أنفسنا من هذا؟ ما هو المناص منه؟ فأقول فلا يبقى مناص من دفع اللغو إلا بالتسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهرة والدالة على أن المقصود، ما هو المقصود؟ على أن المقصود قضية خارجية، و
تشخيص خارجي وإشارة خارجية. التفتوا جيدا، ابن تيمية، أتباع ابن تيمية، مشايخ ابن تيمية لا يريدون من الإنسان أن يتعلم، لا يريدون من الإنسان أن يقرأ، لا يريدون من الإنسان أن يقلد العالم، العالم الحقيقي، يريدون من الإنسان أن يقلد الجاهل فقط، أن يقلدهم هم الجهلة فقط، هذا فقط وفقط تقليد أعمى، تقليد بهيمي، تقليد على نهج الجاهلية فقط باتجاههم نحوهم فقط، هذا فقط وفقط. ومن هنا يحارب العقل، يحارب المنطق، يحارب أهل المنطق، يحارب الكلام، يحارب أهل الكلام، يحارب يحارب أهل الاجتهاد، يحارب أبا حنيفة، يحارب من تحدث بالقياس كمورد مورد للاجتهاد واستنباط الأحكام. أي شيء يتعلق ويرتبط بالعقل فهم لا يستقرون أمام العقل، لا يستقيمون أمام العقل، لا يوجد اتزان عندهم أمام العقل، فيحرمون ويكفرون. كفروا المناطق وأهل الكلام والفلاسفة وأهل الاجتهاد من الإمام أبي حنيفة وغيره. إذن أقول فلا يبقى مناص من دفع اللغو إلا بالتسليم بقوانين اللغة والعرف الظاهرة والدالة على أن المقصود، ما هو المقصود؟ المقصود قضية خارجية وتشخيص خارجي وإشارة خارجية إلى أن المراد بالولي هو هذا الشخص الذي أعطى الزكاة وهو راكع، فهو تحديد وتشخيص قرآني إلهي في أن الولاية منحصرة في شخص علي المشار إليه بأنه أعطى الزكاة وهو راكع. إذن حال الركوع حتى يميز هذا الشخص عن باقي الأشخاص، يميز هذا المعطي عن باقي معطي الزكاة، يميز هذا الولي عن باقي الأولياء. إذن فهو تحديد وتشخيص قرآني إلهي في أن الولاية منحصرة في شخص علي عليه السلام الذي أعطى الزكاة وهو راكع، فلا يبقى أي شك في الأمر، وما بعد الحق إلا الضلال. صلوا على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. سادسا، نكتة أخرى في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية، نكتة أخرى في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية حيا حيث أتى الخطاب. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا؟ أقول هذه النكتة في الخطاب تدل على بقاء ودوام أمر الولاية حيا وثابتا حيث أتى الخطاب بلفظ الجلالة. الله أتى بلفظ الجلالة بصيغة المفرد، إذن حيث أتى الخطاب بلفظ الجلالة الله مفردا فهو الله الواحد الأحد، وأتى الخطاب بلفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أتى به مفردا، لأن خاتم الأنبياء، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم، بينما أتى بصيغة الجمع للولاية الثالثة وأكدها في الآية التي تلتها، فقال تعالى إنما وليكم الله، الله الواحد الأحد، ورسوله، لا يوجد رسول بعده، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، بعد هذا الولاية الثالثة قال والذين آمنوا، ليس الذي آمن، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، لاحظ هناك قال والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إكراما وتشريفا لعلي، قال وهم راكعون، ولمن سيوصي به علي، ولمن سيكون في خط الولاية مع علي وكبديل عن علي وكامتداد لعلي سلام الله عليه، بعد هذا أكد على هذا، على الإفراد وعلى الجمع، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أقول ولا بد، أقول ولا بد من الاستمرار أو من استمرار ودوام هذا النهج والسنة الإلهية في الولاية لله وللرسول وللذين آمنوا على طول الزمان، لأن الحلال والحرام باقيان إلى اليوم الموعود وإلى يوم الدين. يعني هذا دليل آخر إلى البقاء، يعني الإتيان بصيغة الجمع بالنسبة إلى الولاية الثالثة وإلى الولي الثالث،
أيضا يؤكد هذا ويسند هذا ما هو ثابت بلا بدية استمرار ودوام المنهج والسنة الإلهية في الولاية لله وللرسول والذين آمنوا على طول الزمان. لماذا؟ لأن الحلال حلال والحرام حرام إلى يوم القيامة، إلى يوم الموعود وإلى يوم الدين. سابعا، صار واضحا معنى الولاية والأولياء في القرآن، وقد أكدته السنة الشريفة في مواضع عديدة دلت فيها على سيد الأبدال أحباب الله وأميرهم وقائدهم وإمامهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. وهذا هو معتقدنا ويقيننا حسب الدليل التام والحجة البالغة، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله الحاكم وإليه المصير. لا نجبر أحد على ما نقول، وإنما نعطي الدليل ونحترم المقابل في اختياره، سواء اختار ما قلنا واختار ما يعتقد به وما هو حجة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم بلغ ما أنزل إليك والله يعصمك من الناس. نعم الله يعصمك من بني أمية وآل مروان والتيمية وملة التكفير ومفخخاتها الفكرية والمادية القاتلة، ونشهد أنك قد بلغت أبلغ التبليغ وقد كررت التبليغ وأكدت عليه، وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى علي عليهما السلام ويناديه بالعناوين القرآنية وبالمعاني التي أوحاها الله إليه. فبين صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين أن عليا أوضح وأجلى تطبيق ومصداق من مصادق أحباب الله وأوليائه الذين يحبهم الله ويحبونه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلي يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما في البخاري كتاب الجهاد. الشاهد القرآني السادس، البورد القرآني السادس، تحت عنوان الخسف وأخذوا من مكان قريب. إذن الشاهد السادس، المورد السادس، الشاهد القرآني السادس، الخسف وأخذوا من مكان قريب. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. أيضا أنا أعظكم بهذه العظة والموعظة القرآنية للجميع، لي ولكم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. لا تربط نفسك بالتفكير الجمعي مع سواد الناس، مع كثرة الناس، مع المشاية، مع المطبرين، مع المطينين، مع المكفرين، مع القاتلين، مع الإرهابيين. لا تجمع نفسك مع هذا، مع الناصبين، مع معادي أهل البيت وأهل بيت النبي. مهما كثروا فلا تجعل نفسك معهم، مهما تكاثروا فلا تجعل نفسك معهم. قل لله بمفردك مع شخص آخر وفكر، فكر، تفكروا، تدبروا. إذن قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما صاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدأ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا
ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وأخذوا من مكان قريب. التفت جيدا، ما هو العنوان؟ العنوان الخسف وأخذوا من مكان قريب. هنا ماذا يقول النص القرآني؟ يقول إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. هذا أنا أحذر بهذا النص، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. سورة سبأ، في تفسير الطبري لسورة سبأ ماذا قال في تفسير القرطبي عفوا في تفسير القرطبي سورة سبأ قال الآية ولو ترى إذ فزعوا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، يقول قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يقول ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. يقول والمعنى لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله. يقول ما هو المعنى؟ يقول قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يقول ذكر أحوال الكفار في وقت ما يضطرون فيه إلى معرفة الحق. يقول والمعنى لو ترى، الكلام للقرطبي، لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. يقول روى معناه أو روي معناه، هذا المعنى الذي هو بمعنى عند نزول الموت أو غيره من بأس الله، يقول روى هذا المعنى ابن عباس. المعنى الثاني يقول عن الحسن، يقول المقصود بهذا النص هو فزعهم في القبور من الصيحة، وعنه أي عن الحسن أيضا أن ذلك الفزع إنما هو إذا خرجوا من قبورهم. معنى آخر يقول وقال قتادة وقال ابن مغفل إذا عاينوا، أي المعنى هو إذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة. ومعنى آخر، والكلام لازال القرطبي، ومعنى آخر يقول السدي، يقول هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فرارا ولا رجوعا إلى التوبة. ثم يقول القرطبي سعيد بن جبير، ينقل إذن نقل عدة أقوال عن ابن عباس عن الحسن، ونقل قول قتادة عن ابن مغفل وقول السدي، بعد هذا يأتي إلى قول سعيد بن جبير. يقول سعيد بن جبير ماذا قال؟ قال هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء. إذا ماذا يقول سعيد بن جبير؟ يقول هو الجيش الذي يخسف بهم في البيداء. إذا هنا صار واضحا العنوان، ما هو العنوان؟ قلنا الخسف، هنا الخسف، الخسف وأخذوا من مكان قريب. أخذوا من مكان قريب، اتضح علينا من أين انتزعنا هذا العنوان، والخسف من مما ذكره سعيد بن جبير. إذن قال سعيد بن جبير هو الجيش الذي يخسف به في البيداء فيبقى منهم رجل فيخبر الناس بما لقي أصحابه فيفزعون، فهذا هو فزعهم. فلا فوت، الكلام يبقى في التفسير، يقول فلا فوت أي فلا نجاة فلا مهرب، وأخذوا من مكان قريب قيل من حيث كانوا، فهم من الله قريب لا يعزبون عنه ولا يفوتونه. وقال ابن عباس، لا زال الكلام القرطبي، يقول وقال ابن عباس نزلت في 80,000 يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء يخسف بهم الله. يقول هذه، يقول ابن عباس نزلت هذه في 80,000 يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوها، وكما يدخلون البيداء يخسف بهم، فهو الأخذ من مكان قريب. وقال القرطبي يقول قلت، أي القرطبي يقول وفي هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره ابن عباس وهو الخسف في البيداء وهو نزول هذا النص في 80,000 يغزون في آخر الزمان يغزون الكعبة من أجل تخريب الكعبة، لا ننسى هذا النهج،
هذا النهج الذي لا يهمه تهديم الكعبة، لا ينصرف الذهن إلى الصليب وأهل الصليب، إلى اليهود، إلى الملاحدة، إلى البوذيين، إلى غيرهم. التاريخ سجل لنا في التاريخ الإسلامي ما بعد البعثة النبوية الشريفة، سجل لنا أكثر من هجوم واعتداء وغزو للكعبة وتخريب للكعبة من حكام المسلمين، من أئمة المسلمين، من خلفاء المسلمين، ممن أوصى، من الذين أوصى بهم النبي وبشر بهم النبي من الاثني عشر من أئمة التيمية، غزوا الكعبة وانتهكوا حرمة الكعبة. يقول القرطبي: وفي هذا المعنى خبر مرفوع عن حذيفة، إذن عندي سعيد بن جبير الآن يقول يوجد خبر مرفوع عن حذيفة، وقد ذكرناه في كتاب التذكرة. قال، أي قال حذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وذكر فتنة تكون بين أهل المشرق والمغرب، فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني، فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني. التفت جيدا من الراوي الآن في تفسير القرطبي، شيعي أم سني، من ينقل عن حذيفة مع صحة الرواية مع عدم صحة الرواية. الآن الكلام مع من يتحدث عن آخر الزمان، عن العلامات، يتحدث عن إشراط الساعة، يتحدث عن الساعة، يتحدث عن التكفير، يتحدث عن الخوارج، يتحدث عن المارقة. هذه روايات تذكر السفياني، هل يخجلون من ذكر السفياني؟ هل عندهم علاقة مع السفياني؟ من هو السفياني؟ ما هو تطبيق السفياني؟ هذا ليس هو موضع الكلام الآن، لكن أقول لماذا هذا التحزب حتى لعنوان السفياني؟ وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنوان السفياني، لماذا لا يراد أن يذكر عنوان السفياني؟ حتى شيعة علي، شيعة الحسين، ممن غدر بالحسين وقتل الحسين، وممن شايع علي وغدر بعلي، كان يطلق عليهم أئمة أهل البيت بعنوان شيعة آل أبي سفيان، شيعة السفياني. إذن ما هو المحظور في ذكر السفياني؟ وهي روايات موجودة، وأنتم تأتون بكل رواية بكل أثر له علاقة، أو عندما تتحدثون عن آخر الزمان وعلامات آخر الزمان وأشراط آخر الزمان واليوم الموعود وأشراط الساعة ويوم القيامة. سؤال وجيه موجه للجميع. أقول فبينا، إذن يقول الراوي من هنا حذيفة، يقول فبينهم حذيفة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبينهم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من الوادي يابس في فورة ذلك حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين. إذن التفت حركة السفياني، يخرج من الوادي اليابس ينزل دمشق، الآن لسنا في مقام تفصيل لكن مجرد إشارة، يخرج من الوادي اليابس في فورة وينزل دمشق فيبعث جيشين، جيش إلى المشرق، أنا أقرأ الرواية، فيبعث جيشين، جيش إلى المشرق، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة. إلى المشرق أين؟ إلى العراق. إلى المدينة الآن إلى الحجاز. يقول وجيشا إلى المدينة، فيسير الجيش نحو المشرق أي نحو العراق حتى ينزل بأرض بابل. التفت جيدا، يعني مجرد أيضا إشارة، عندما نقول المشرق وأهل المشرق، وأشرنا إلى هذا الأمر سابقا عندما كتبنا بعض البحوث وأصدرنا بعض البحوث، وعندما أيضا تحدثنا معكم ومع آخرين قبل سنين، ودائما نشير إلى هذا بأن عنوان المشرق ليس بالضرورة أن يشير إلى البلدان الأبعد، وإنما المشاع والانصراف والارتكاز الذهني في زمن الروايات، وهذا واضح وهذا منها، المشرق هو العراق، طبعا ما بعد العراق أيضا ضمن المشرق، بالنسبة إلى المدينة، بالنسبة إلى مكة أيضا المشرق العراق، والمشرق أيضا البحرين، والمشرق منطقة الخليج سواء كانت من الجانب الشرقي للخليج أو الجانب الغربي للخليج. يقول فيبعث جيشين، من الذي يبعث جيشين؟ السفياني، فيبعث السفياني جيشين، جيشا إلى المشرق وجيشا إلى المدينة، فيسير الجيش نحو المشرق حتى ينزل بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الحبيبة، هو يقول يعني مدينة بغداد. إذن ينزلون في بغداد وفي بابل، حتى ينزل بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الحبيبة يعني مدينة بغداد. قال فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة.
الراوي قلنا حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس. إذا نحن من يصنف نقول يوجد صحابة, يوجد خط صحابة, يوجد خط يقابل خط السفياني, حتى لو وجد أكثر من خط لكن يوجد خط في مقابل خط أو في مقابل خطوط اسمه خط السفياني, خط المرواني, خط بني أمية. لسنا نحن من نقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول, يقول يوجد سفياني يحرك جيشين, جيش إلى العراق إلى المشرق إلى العراق وجيش إلى المدينة. جيش العراق مع من سيتقاتل ومن سيقتل؟ جيش العراق سيقتل من ولد العباس, من ولد العباس سيقتل من الهاشميين. يقول فيقتلون أكثر من 3000 ويفتضون أكثر من 100 امرأة ويقتلون بها 300 كبش من ولد العباس, ثم يخرجون متوجهين إلى الشام. أنا فقط أيضا إلى إشارات لم أدخل الآن في تحديد المارقة والخوارج وتلك الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين سلام الله عليه, لكن فقط مقارنة مع ما يحصل الآن من, حتى نكون منصفين في الطرح, من ميليشيات شيعية سنية, من قوى تكفير شيعية سنية, ماذا يحصل من سبي, من انتهاك حرمات, من اعتداء على الأعراض, وأنتم اسقطوا هذه واعكسوا هذه على واقع الحال. يقول ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة, التفت جيدا, تخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش, فتخرج راية هدى من الكوفة. أؤكد هذا. إذن أيضا من حق أي إنسان, من حق أي متلقي أن يسأل مشايخه, يسأل شيوخه, يسأل رموزه, لماذا لم نسمع منكم أي وجود لراية هدى من الكوفة؟ لم نسمع منكم ذكر للسفياني, لم نسمع منكم ذكر لراية هدى من الكوفة, لم نسمع منكم ذكر للمهدي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. اسألوا, من حقكم أن تسألوا. أقول ثم يخرجون متوجهين إلى الشام فتخرج راية هدى من الكوفة فتلحق ذلك الجيش منها على ليلتين فيقتلونهم, لا يفلت منهم مخبر, ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم, من السبي والغنائم. إذن التفت, يوجد سبي ويوجد غنائم, تذكروا السبي والغنائم. بعد هذا يقول ومحل جيشه الثاني, أين يقول يحل جيشه الثاني؟ بالمدينة. جيش السفياني, جيش الثاني السفياني قلنا جيش يدخل إلى العراق يستب وينهب ويفتض الأعراض ويقتل الرجال, يقتل الهاشميين ويرجع إلى الشام حتى يلحقه راية هدى تستنقذ منه ما في يده. الجيش الآخر الذي ذهب إلى المدينة يقول جيشه الثاني بالمدينة فينتهبونها 3 أيام ولياليها. فأي شيء يذكر هذا؟ سنن تتكرر, أحداث تتكرر, تتساقط, تنعكس. من الذي أباحها 3 أيام؟ الجيش, جيش السفياني. من الذي أباحها 3 أيام؟ أباحها 3 أيام أمير المؤمنين الأمير السادس, خلفاء 4, معاوية 5, يزيد 6, إمام ابن تيمية, شيخ ابن تيمية, نبي ابن تيمية, رسول ابن تيمية, خليفة ابن تيمية, يزيد بن معاوية, هو الذي سلب ونهب وافتض فروج المؤمنات المسلمات, أعراض الصحابة, أعراض التابعين, أعراض أهل المدينة. حادثة متكررة, تطبيقات مختلفة للسفياني ولجيش السفياني ولاعتداءات السفياني. يقول محل جيشه الثاني بالمدينة, يقول فينتهبونها 3 أيام لياليها ثم يخرجون متوجهين إلى مكة حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله جبريل عليه السلام فيقول يا جبريل اذهب فأبدهم, فيضربها برجله ضربة يخسف الله بهم, ذلك قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. يقول فلا يبقى منهم إلا رجلان أحدهما بشير والآخر نذير وهما من جهينة, ولذلك جاء القول وعند جهينة الخبر, وعند جهينة الخبر اليقين.
إذن من الراوي؟ القرطبي في تفسيره. عن من؟ عن حذيفة. عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يقول قال القرطبي وقالوا، يعني يكمل في تفسيره، وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. هذا كل الكلام أنا حكيت هذا الكلام توطئ لكم، توطئ لي، توطئ للأذهان، لأذهان الجميع، كيف نجعل أنفسنا في يقين، في علم، في انكشاف، في نور، في هداية، في صفاء ونقاء لتقبل قضية المهدي سلام الله عليه وحقيقة المهدي واليوم الموعود للمهدي وما يتعلق باليوم الموعود من شروط ومقدمات وأحداث وفتن وشخصيات ورموز وعناوين تذكر إلينا ونقرأ بها ونسمع ونتلقى ما يخصها. يقول قال القرطبي وقالوا آمنا به وأن، يعني قال القرطبي الآية وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد. وقوله تعالى وقالوا آمنا به أي بالقرآن بالله عز وجل، أي آمنا التي ذكرها، قال عدة معاني لآمنا به، يقول أي بالقرآن أو بالله عز وجل أو آمنا بالبعث أو آمنا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الآن يقول قال ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة، التناوش الرجعة، أيتها العقول الخرفة، أيتها العقول المتحجرة. إذن عنوان الرجعة، لفظ الرجعة، معنى الرجعة ليس من ابتداعات الشيعة، إنه من المعاني القرآنية، إنه من المعاني الإسلامية، إنها من معاني التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي والشرع الإسلامي والرواية الإسلامية، إنها من تراث الصحابة، إنها من تراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآن هذا عنوان الرجعة، كما نقول هذا عنوان المهدي، هذه حقيقة المهدي، هذا السفياني، هذه حقيقة السفياني، هذا المرواني، هذه حقيقة المرواني، وهذه الرجعة، وهذه حقيقة الرجعة. بعد هذا نقول ما هي الرجعة؟ ما هو معنى الرجعة؟ من هو المهدي؟ من الذي يمثل خط المهدي؟ من هو السفياني؟ من الذي يسير على خط السفياني؟ ماذا يقصد بالسفياني؟ هذا بحث آخر، يعني يوجد نقاش في الكلية في الكبرى ونقاش في الصغرى. ابن تيمية ماذا يفعل؟ ينسف الكبرى خوفا من أن يكون التطبيق وتكون الصغرى منطبقة على أحد أئمته، وهي بالضرورة تنطبق على أحد أئمته، فماذا يفعل؟ ينسف الكبرى، لا يأتي باسم المهدي، لا يأتي باسم السفياني، لا يأتي بعنوان الرجعة، لا يأتي ب أدام أخرى لها علاقة بأئمته وبقادته. إذن دائما نحن نؤكد على الكبرى، إذا ثبتت الكبرى ليس عندنا أي مشكلة أخرى، هذا يعني مكسب عظيم. يبقى التطبيق في يبقى النقاش في التطبيقات، يبقى النقاش في الصغريات، يبقى النقاش في الصغرى، فهذا أيضا يدخل ضمن النقاش العلمي كما كان في الكبرى أيضا ضمن النقاش العلمي. إذن قال ابن عباس والضحاك التناوش الرجعة، أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا، وهيهات من ذلك. طبعا يوجد إشارات أيضا قرآنية يطلبون الرجعة. إلى أن يقول القرطبي وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. أقول عندي عدة ملاحظات هنا، عدة تعليقات، التفت جيدا، يعني فقط أنا أريد أن أقرب الفكرة. عن ابن عباس عن الضحاك ماذا قال؟ قال التناوش الرجعة، أي يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنوا به وهيهات من ذلك. إذن التفت جيدا، إذن ثبت هنا على قول ابن عباس والضحاك أنه يطلبون، ثبت هذا المعنى بأنهم بمعنى التناوش أنهم يطلبون الرجعة إلى الدنيا، يطلبون الرجعة ليؤمنوا وهيهات من ذلك. الآن إذن طلب الرجعة ثابت أو غير ثابت؟ ثابت طلب الرجعة. إذن هذه القضية نسلم هذه القضية الكلية، إذن يوجد طلب للرجعة. الآن هل يرجعون أو لا؟ نقول لا يرجعون. ما هو سبب عدم الرجعة؟ لماذا لم يرجعوا؟ لماذا لا يرجعون على نحو الأطروحة؟ لماذا لا يرجعون؟ ما هو السبب؟ ما هو المانع؟ يقول مثلا على سبيل المثال نقول لو كان الكلام بهذه الخصوصية لأنهم لم يؤمنوا من قبل، لم يؤمنوا به من قبل. إذا كان عدم الرجوع مشروطا، عدم الرجوع مشروطا بشرط، فمع انتفاء الشرط إذن الرجوع يصير
ممكن يصير ممكن أو لا يصير، يصير ممكن، لا أقول يصير ملزما أو لازما أو واجبا، لكن أقول يكون ممكنا. فإذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان المسلم المؤمن الشيعي السني الصوفي الأشعري المعتزلي أو المعتزلي، إذا كان عندهم دليل بهذه الخصوصية فقالوا بالرجعة، أو قالوا في مقام آخر بالزيارة، أو قالوا بالشفاعة، وعنده دليل بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لماذا التكفير ولماذا سفك الدماء ولماذا إباحة الأموال والأعراض؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن نقول، أقول أنا أشرت قبل قليل لأن لاحتمال أني لم أسجل هذا خلال البحث، أقول أليف قوله تعالى وقالوا آمنا به، قبل قليل تحدث عن هذا المعنى، قال القرطبي قال وقالوا آمنا به أي بالقرآن أو بالله عز وجل أو بالبعث أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقول له احتمال آخر، ويحتمل أن يكون المراد منه آمنا بالمهدي الذي أنكروه وجحدوه وكفروا به وحاربوه حتى خسف ببعضهم وأخذ الآخرون من مكان قريب إلى القبر والعذاب، فلا يقبل إيمانهم هناك، فيطلبون الرجعة إلى الدنيا كي يؤمنوا به عليه السلام. هذا كمحتمل باء، ويمكن الاستفادة من ظاهر النص أن بعضهم أخذ من مكان قريب، ويحتمل أن يكون هؤلاء أصحاب الخسف فيطلبون الرجعة كما ذكرنا قبل قليل، والبعض الآخر الذين فزعوا لما وصلهم نبأ الخسف ففزعوا لنجدة ونصرة أشياعهم الذين خسف بهم، فأرادوا الفزع لإكمال حملتهم في اجتياح مكة وقتل المهدي، بمعنى عنوان الفزعة، أي خرجوا لنصرتهم، ففزعوا لنجدة ونصرة أشاعهم الذين خسف بهم لإكمال حملتهم في اجتياح مكة وقتل المهدي عليه السلام، وهؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد، هؤلاء الذين توجهوا من الشام إلى مكة، هؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد، يعني يوجد مجموعة، يوجد جيش من جيوش السفلان يخسف بها، والجيش الآخر الذي يريد الالتحاق به يقذف من مكان بعيد. بأي شيء سيقذف؟ الله العالم، لا نعرف ما هو السلاح الذي سيقذف به. يقول أقول ولإكمال هؤلاء الذين فزعوا لنجدة ونصرة أشياعهم الذين خسف بهم ولإكمال حملتهم في اجتياح مكة وقتل المهدي عليه السلام، هؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد. أقول والله العالم بماهية القذف والقصف الذي سيقع عليهم. إذن أقول باء، ويمكن الاستفادة من ظاهر النص أن بعضهم أخذ من مكان قريب، ويحتمل أن يكون هؤلاء أصحاب الخسف فيطلبون الرجعة كما ذكرنا قبل قليل، والبعض الآخر الذين فزعوا لما وصلهم نبأ الخسف ففزعوا لنجدة ونصرة أشياعهم الذين خسف بهم لإكمال حملتهم في اجتياح مكة وقتل المهدي عليه السلام. أقول فهؤلاء يقذفون بالغيب من مكان بعيد، والله العالم بماهية القذف والقصف الذي سيقع عليهم. قال القرطبي قرأ مجاهد ويقذفون بالغيب غير مسمى الفاعل، أي يقذفون وليس يقذفون، يقذفون أي يرمون به. جيم أقول كما يحتمل أن تكون المجموعة الثانية التي وصلها خبر جهينة بالخسف تريد أن تعرف أي أخبار عن جيشهم، انقطعت الأخبار عنهم، تريد أن تعرف أي أخبار عن جيشهم الذي خسف به فيهجمون ويقذفون بالغيب، أو هم يرجمون ويقذفون بالغيب، يستخدمون أساليب وطرق لمعرفة أخبار أصحابهم، فيرجمون ويقذفون بالغيب أو فيرجمون ويقذفون بمعلومات، يعني بعلم، يعني يستعين ببعض الفتاح فالية كما يسمى بأهل الشعوذة والشعبذة والسحر والمنجمين وقراء الكهف. يقول فيرجمون ويقذفون بمعلومات بالغيب، لكن لا تصلهم أي أخبار عنهم، فضلا عن أن يتحركوا ويصلوا لنجدتهم، فيصل بهم الحال إلى الاضطرار لإعلان تصديقهم
التفت جيدا، فيصل بهؤلاء الحال بعد أن انكسر جيشهم، يقول بعد أن انكسر جيشهم فيصل بهم الحال إلى الاضطرار لإعلان، لاحظ، إلى الاضطرار لإعلان تصديقهم وإيمانهم بالمهدي، لكن لا أن تنفع، لكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيقع عليهم القول ويفعل بهم كما فعل بأشياعهم ممن خسف بهم وغيرهم ممن كان في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. إذن قلنا جيم كما يحتمل أن تكون المجموعة الثانية التي وصلها خبر جهينة بالخس، تريد أن تعرف أي أخبار، تعرف أي أخبار عن جيشهم الذي خسف به، فيرجمون ويغلفون بالغيب لكن لا تصلهم أي أخبار عنهم فضلا عن أن يتحركوا ويصلوا إلى نجدتهم، فيصل بهم الحال إلى الاضطرار لإعلان تصديقهم وإيمانهم بالمهدي لكن لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فيقع عليهم القول ويفعل بهم كما فعل بشاعهم ممن خسف بهم وغيرهم ممن كان في شك مريب. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل هو تفسير لهذا النص الذي ورد في هذا الشاهد القرآني، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، هؤلاء الذين أرادوا التحرك من الشام، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. في هذا الوقت لا يوجد، لا ينفع الإيمان ما دام الإنسان لم يؤمن من قبل، لا ينفع الإيمان، سيأتي هذا اليوم الذي لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. انتهى الشاهد السادس. الشاهد السابع بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم. قال الله العليم الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. طبعا الكلام والشاهد هذا في سورة هود من الآية الأولى إلى الآية 122. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف، التفت جيدا العنوان بقية الله خير لكم، إذن في محكم كتابه الكلام عن هود عليه السلام، قال الله في محكم كتابه على لسان هود ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب قريب، فعقروها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فعقروها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. ماذا قال لهم صالح سلام الله على صالح؟ قال يا قومي ويا قومي هذه ناقة الله
أولا قال لهم يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله من إله غيره. ثم قال لهم ويا قوم هذه، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أقول ما هذه الناقة، ما هذه الناقة حتى ينزل الله تعالى عقابه، ما هذه الناقة حتى ينزل الله تعالى عقابه وعذابه على ثمود قوم صالح، وقد عقرها رهط منهم، لكن الصيحة والعذاب شملت جميع، جميع الظالمين، جميع الكافرين، جميع المنحرفين، جميع المتخلفين. أقول فهل لعاقل أو إنسان سوي يقول إن الناقة صالح أو إن فصيل ناقة صالح، إن الناقة صالح أو فصيل ناقة صالح لم يكن أهون على الله من سبط رسول الله وابن بضعته الحسين سيد شباب أهل الجنة؟ لا يوجد عاقل بأن يقول هذه. أقول فما هو نوع العذاب، فما هو نوع العقاب العذاب الذي يستحقه القوم الذين قتلوا والذين يقتل بينهم ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندما نقول قوم أو نقول أمة لا ينصرف البعض إلى قوم بخصوصهم أو إلى أمة بخصوصها. أقول فما هو نوع العقاب والعذاب الذي يستحقه القوم الذين قتلوا والذين يقتل بينهم ابن بنت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أجل قوم صالح، كم أجل؟ وقد أجل قوم صالح 3 أيام. فكم كان ويكون انتظار وتأجيل، فكم كان ويكون انتظار وتأجيل قوم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام؟ سؤال استفهام ينتظر الجواب، ينتظر التفكير والتدبر في الإجابة. نكمل النص. قال تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولما جاءت رسلنا لوطا، ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ما هو العنوان عندنا؟ العنوان للشاهد السابع بقية الله خير لكم، من هنا اقتبسنا العنوان. إذن يقول وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
وإليه أنيب. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. التفتوا إلى الانتظار إلى الارتقاب. يقول وارتقبوا إني معكم رقيب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. صدق الله العلي العظيم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعون الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.